نقدم لكم مانا، وهي إحدى السمات الرئيسية لأيوتا بنقطة صفر. مانا هو مورد يتم إنشاؤه باستمرار عن طريق الاحتفاظ برموز إيوتا. كلما احتفظت بالرمز الأساسي لفترة أطول، زاد عدد مانا الذي ينتجونه، حتى يتم الوصول إلى حد معين يتناسب مع مقتنياتك. يتم استهلاك مانا عندما تقوم بتحويل الأموال أو سك NFTs أو الرموز المخصصة. يعتمد مقدار مانا المستهلك على ازدحام الشبكة الحالي، ويمكنك أيضاً الحصول على مانا عن طريق التحقق من صحة الكتل أو عن طريق تفويض قوة التصويت الخاصة بك، ويمكنك بيع مانا للآخرين أو شرائها منهم. لذلك تلعب مانا دوراً حيوياً في اقتصاد الذرة، مما يضمن فائدة الشبكة والوصول العادل والتعاون لجميع المشاركين.